فيجب أن نفكر كذلك مع الجمهور، وهذه مهمة جدا. أجيبها كذلك في صناعة المحتوى، يجب أن يتصور الصحفي نفسه كمفكر كذلك. أنت إذا أصبت مع بعض الصفة معنى أنه لا يفكر في المجتمع وكيفاش غادي المجتمع وفيما يجب من هنا، ولا يفكر حتى في ذاتيتي كصحفي، يعني بدءا من سؤال من أنا. فهذا سؤالان مهمان، كيس كو جو سوي أجوردي أن طبق جورناليست، من هو الصحفي اليوم عامة، ثم الهدف من أنه يمارس كذلك الصحافة. وهذه الخطوات تنطبق على كل، حتى على كل نقول المنتجات الإعلامية، لأن من تكون عندك الهدف، خاصة تتكلم على رؤساء التحرير بالدرجة الأولى، من يكون عندك أنت تدير مؤسسة على المستوى التحريري، شو الهدف عندك من هذه المؤسسة؟ إذا كان الهدف واضح، أنا غدا فاش غنتكلم على خطوط التحرير ندقوا فيها أكثر. فإلا عندك موقعك أنت، واش يمكن ولا ما يمكنش، عندك إمكانيات، عندك طاقم تحريري، عندك إمكانيات مادية، عندك الصحفيين ديالك تتخلصوا مزيان، عندك كل هذا داخل في من أنا، داخل المجتمع، واش أنا منتمي إلى تيار ولا غير منتمي، مستقل تماما، ليست لا أرض أخو لسلطات المال ولا لسلطات السياسة، أو أرض أخو جزئيا لسلطات المال ولا أرض أخو. حيت المؤسسات الإعلامية راه ماشي متشابهة، وهي فصائل متعددة. بدعوة كريمة من بيت الصحافة بطنجة، اليوم ألقيت محاضرة تكوينية حول صناعة المحتوى في الصحافة الإلكترونية، وهذا الموضوع هو أساسي جدا، لأنه كل الأعمال التي يقوم بها الصحفي تظهر على مستوى المحتوى. فصناعة المحتوى شيء أساسي، فيه جانب مرتبط بما هو مهني، وفيه جانب كذلك مرتبط بما هو أخلاقي. فبدءا من سؤال من أنا كصحفي، وما هي الغاية من الممارسة الإعلامية، في ارتباط كذلك بالمحيط، هل هو يضمن لي أن أنتج مضمونا جيدا أو لا، وكيف يمكن خلخلة هذا المحيط من أجل إنتاج جيد. كذلك هذه أسئلة تطرح، وقد يعني عرضت 11 مدخلا لتجويد مضمون الصحافة الإلكترونية، خاصة فيها جوانب ترتبط بخط التحرير أو الخط التحريري، كيف يمكن أن نضمن خطا تحريريا يؤسس لمحتوى جيد، كيف يمكن أن نتعامل مع قانون القرب، وقانون القرب كذلك هو متشعب، كيف يمكن أن نشتغل به لضمان صحافة جيدة، كيف يمكن أن نشرك كذلك الجمهور في صناعة المحتوى، هو مطلب أساسي اليوم على مستوى صناعة محتويات الصحافة الإلكترونية. إذن نمر هذه المسألة في الصحافة الإلكترونية في صناعة المحتوى، أنها تضم بالفعل صحفيين متمارسين وصحفيين غير متمارسين، يجب تنشئتهم داخل المؤسسات الإعلامية الإلكترونية ليتأهلوا. وكاين طرق التأهيل كثيرة جدا، ماشي غير الدبلوم الأصلي، ولكن كاين طرق كثيرة للتأهيل عبر لا فورماسيون كونتينيو، عبر أنهم يمكن يدرسوا بزاف الأشياء اللي مهمة جدا. وهذه التنشئة خاصها تكون داخل هيئات التحرير في الواقع. هذه دراسة ديال التشخيص ديال الصحافة الإلكترونية المغربية، سميتها الصحافة الإلكترونية في المغرب، دراسة ميدانية، دارتها الرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية، لم تعد نشطة الآن هذه الرابطة، ونشرتها الدراسة إيسيسكو 2012. الأرقام قديمة ولكن تعطينا فكرة عامة من جو الصحفي. 29.15% من الصحفيين الإلكترونيين أتوا إليها من التجارة والمهن الحرة، 12.11% من الوظيفة العمومية أو بصفتهم المستخدمين. وتفسر هذه الدراسة هذا الواقع بما يلي: لعل هذا الأمر راجع إلى مسألة البطالة وقلة فرص الشغل، مما يدفع هذه الفئة إلى اعتبار الصحافة الإلكترونية مجال الخصبة للتشغيل.
اليوم كان هذا اللقاء بيت صحافة، لقاء متميز حول الصحافة الإلكترونية ورهانات الجودة وصناعة المحتوى. أكيد هو لقاء متميز اليوم باش يخلينا نعرفوا مجموعة من الأخلاقيات اللي ممكن تأثر مهنة الصحافة، خاصة الصحافة الإلكترونية، مع التطور اللي كتعرفوا هذه المهنة في ظل تطور تكنولوجي، في ظل التطور اللي وصل الآن إلى حدود تطور ديال الصحافة عموما، الذكاء الصناعي أيضا اللي أصبح ربما خطوة مهمة الآن في تحديات اللي كتعرفها الصحافة. الأستاذ عبدالوهاب الرامي كان متميز اليوم في سرد أخلاقيات الصحافة الإلكترونية وصناعة المحتوى. نتمنى أن هاد مثل هذه الدورات تكرر بكثرة، سواء هنا في بيت الصحافة أو في جميع المدن المغربية، لأن فعلا تغني الكثير وكتعطي الصحفي المزيد أنه يعرف على هذا الشأن وعلى هذا المجال، باش الصحفي يتطور أكثر ودائما يبقى مواكب الأخلاقيات الصحافة عموما. أولا كانت المشاركة ديالي في هذه الدورة وهذا الدرس التكويني اللي كان التأثير ديالو سي الدكتور عبد الوهاب الرامي حول الصحافة الإلكترونية، يعني الصحافة الإلكترونية وصناعة المحتوى، يعني رهانات الجودة كذلك، وكما تتعلق هذه الصحافة الإلكترونية عرفتها في هذا الزمن هذا كتعاني بزاف ديال الأمور، يعني عطانا بعض الأساليب اللي نستعملوها حنا كصحفيين، وعطانا كذلك واحد المجمل على 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 القانون ديال القرب، يعني بصحافة القرب، يعني الصحافة التي تشتغل على المستوى المحلي ولا المستوى الجهوي ولا على المستوى الإقليمي. يعني كان هذا الدرس التكويني صراحة كان غني بمجموعة ديال الأفكار، وكان غني بمجموعة ديال الأمور اللي كتغنينا حنا كصحفيين باش ناخذوا بالمهنيه وناخذوا بالاخلاقيات باش نديروا صناعه محتوى جيد.